الله وبركاته، رجعنا لكم يا شباب لتختيم لعبة ميد ايفل. طبعا وصلنا مرحلة البركة، ندخل المهمة نكمل فيها الأحداث نشوف ايش بيصير معانا. البركة طبعا بعد ما شال انا الهيكل العظمي الثاني ذاك ابو اللي معاه البوت وصلنا للمنطقة هذه، اتوقع انه بيكون بدايتها بنفس التوصيل. ايوه شفتوا ترى هو بيوصلني. لا بد ان 500 عام قد مرت منذ ان استقللت قاربي للمرة الاخيرة. لا يبدو انك تجاوزت 400 سنة. ها نحن، تسبب سحر زاروك بنهوض مدينة ميلوميد الاسطورية الغارقة من قبرها المائي. اراك قريبا. شكرا لك والله الفاس عجبني. يلا هذا ندلل. جيشك ليس معك الآن، التسلل أفضل من الهجوم. واحد من المراقبين اقتلهم قبل رصدك واستدعاء الآخرين. هاها يعني دول يبغى يقتلهم من بدري. طيب يلا. والله ممتاز هذا، شوف الرمي حلوين حلوين بس لا اطيح في المويه، يتعبني اطيح في المويه. هنا 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 يا ما يبغى يتصاب ذا ولا ايش. ها لا تفقع يا دقيقة دقيقة، بدل ما خلينا نجرب السكاكين. لا ولسه أقول بجرب يا ولد ارجع ابعد. ايوه السكاكين حلوة. هاي طيب هنا ايش يسوي؟ بيحركني بيحركني كذا. طيب هذول اللي بيرصدوا اين انت؟ اطلع اطلع. خليني اركز عليهم. يهو اسرع. معقولة ما بيموت؟ ليه؟ طب دقيقة مثلث. طيب ما تبغى ما تبغى تموت بالطريقة دي. والله ما بيموت. طيب نعرف لك، دحين نجيب راسك دحين نجيب راسك. يوه كله على ظهر هذا. هنا اللي بعده اللي بعده اللي بعده فين؟ والله اخذ من دمي كثير يا عيال. والله بتعطيني كمان سولز هذه. طيب هل تموت؟ خلينا ندخل.
باس. الفاس. طيب نجي هنا ناخذ تعبئة الدم هذه لانه راح نحتاجها. وقد راحت من عندي لو الثلاثة راحت من عندي فوز. ماذا هنا؟ اوب ايوه فلتمت ايوه الاحمق. ايها تمام خليني ما منه اي فائدة اساسا في السوز. بروح الجهة دي. ايوه والله ذا بيفيدني كثير والله بيفيدني كثير قلت لكم هيفيدني كثير. لا انه مغلق. يا اخي ابغى ديفنس ابغى ديفنس. هذه المشكلة هذه المشكلة اللي في اللعبة الحين تتعبك الاشياء دي. لا 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 تكفى 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 ما عاد بقي الا اثنين ما عاد بقي الا عدادين دم. طيب هنا مات هذا. فين؟ ما في احد جاي بيرمي علي الجهه دي. ايوه 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 موت يلا موت ايها الاحمق. حلوين من بعيد اذا حلوين طيبين. اما انا ما حتى اخذت الاحمر اخذنا البنفسجيه. ايش عندك هنا؟ يمكن للجهاز البلوري المحيط بالدوامه تجميد المياه المضطربه الخطيره. ستحتاج الى مفاتيح رون لتفعيل الالات السحريه. يبغى لي اشياء عشان اوقف المويه دي اللي بتدوم او اللي بتدور. هيا طيب هنا في واحدة نقدر. تعبي الدم هناك والله في تعبي الدم. في تعبي الدم هنا. طيب ركبنا الأولى البلورات السحرية. بدل ما اتفلسف بات والله بات اجري واحاول انه انط وكذا راح اموت. نيجي هنا ايوه هذا احلى احلى طريقه. يا اخي تكفى طول شويه على الاقل عبي لي ثلاث. لا بأس لا بأس والله الثنتين راحت علي عدادات على الفاضي يعني ما كلها طيح. من جد والله تزعل يعني تيجي لين هنا في الاخير. بس طب خلصنا الخضراء وخلصنا اللي هي الموفية اتوقع باقي لنا الحمراء. فين نلاقي الحمراء؟ حمراء يا حمراء دريب حمراء حمراء ايوه هي أيوة اللي باقي. يا اخي ودي افتك منهم ايوه ودي افتك منهم صراحه كذا مسوي لي قلق. السهم ايوه
والله السهم مرة فادني هنا. ايش حيسوي هذا؟ والله ما اتوقع انه حيفرق معايا كثير. طبعا انا جيت هنا بس بتأكد هنا ما يمدينا ندخل. هنا برضو طبعا الباب هذاك جيت وانا بس كان مقفل. يمكن 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 اتفك حاليا. خلونا نروح نروح الجهة الثانية. والله لازم اقتله. هيا هيا طلع. طيب اي والله شوفوها شوفوها الحمراء هناك. انا ما اتوقع ان انط ان اللعبه ما هي حق الحركات دي. قلت لكم اللعبه ما هي حق الحركات هذه. كيف طيب كيف اروح؟ ما احتاج لها يعني ما احتاج لها تفكير كثير الا اذا معقولة يا ولد معقولة. كيف يبغى اعديها؟ نروح هنا بس ما اتوقع هنا في شيء. خلينا نرجع. شكل الطريق من الجهة هذا صدقوا. قلت لك شكل الطريق من هنا. كانوا القدامى للمدينة التي اختفت منذ زمن بعيد السيطرة على قوة البلورات الموجودة في المغارات بالأسفل، والآن يسعى زاروك للكشف عن أسرار هذا العلم الغامض. يا إلهي منجم تلك ستقودك إلى أعماق الأرض إلى الهلاك الحتمي في مغارات البلور. هنا برضو والله وصلت 85%. حلوين حلوين حلوين. هنا ما في طريق ما في شيء كذا يعطيني اختصارات. ما اتوقع ما اتوقع. هيا بنا. بدور روقان امشي حبة حبة لا تستعجل. انت كده ولا كده قدك ميت ميت وتموت زيادة مشكلة. طبعا خلاص دحين نروح هناك الجهة ذيك
قوية. هنا بنروح نحط الحجر الأحمر وراح يوقف الدوامة، واتوقع انه راح ننقص فيها، عندي احساس. لانها واضحة وصريحة صراحة. ايوه شكله بالاخير بلاقي لي رئيس. هيا بنا فلنذهب. ايش فينا؟ يمين يسار. طب حلو حلو، في تعبئة دم، في تعبئة ثانية، ممتازين. ما هذا الدفليس يا إلهي؟ هنا الكاس، هنا الكاس. بس انا لسه باقي لي ما جمعنا. ياس هناك باقي كمان. فين باقي؟ باقي 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 ما لا لا ول 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 هذا برضو ما سوى شيء. اتوقع انه في عين اخرى، شايفين؟ اوكي طب هذه برضو احتاج منها صراحة، احتاج منها كثير حاليا، احتاج منها كثير في المرحلة دي. ما في الا كنز. طيب ابدا اخرج من المحل هذا. هذه اتوقع هذه الاخيره، هي اللي راح يجمع الكوس، شايفين؟ قلت لكم. يا دخل من دمي كثير والله، قلق ده. لو طحت بينهم دول الثلاثه يا كان عدموني. يا 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 يا. ايش في هنا؟ ايش هذه؟ فك البوابه. قلت شكله بيفك لي محل كذا جديد. بس والله انا لازم ارجع اخذ الكاس. ارجع فين؟ الكاس من الطريق هذا. هذا البوابه وراح ترجعني اخذ الكاس. يس قاعة الأبطال تنتظر. نحن ايش اخذنا؟ ايوه يبغى لي ارجع الحين. اخذنا الحجر الاصفر. ان شاء الله ما عاد في احد يرمي. ايوه الامور سالكة، بسيطة بسيطة والله. بس شوف يوم قويت نفسي واخذت لي العدادات الدم، لا قدرت بصراحه اعدي. قبلها والله المراحل كانت متعبتني بصراحه. ما هي صعبه بس تعرف اللعبه كذا وكذا بتنضرب فيها. مع العدادين كانت عندي ثلاثه كؤوس بس، وكان تتراوح من عندي سريع سريع. هيا بنا الى قاعه الابطال. فكان بياخذ الدم بيمشي سريع وبخسر. انها قاعة الابطال 11 كاس. طيب انا اخذنا يا حلوين، شايفين؟ والله انا ما ادري عديت صح ولا اني بعد غلط يا ولد، مش عارف. فين باقي لي؟ باقي لي ده. ليه ما بتعطيني شيء؟ هذا ما بيعطيني شيء. اهو عند خوينا ثاني مره. يلا اوه دانيال،
لدي شيء هنا يمكنني منحك إياه، إلا أنه لا فكرة لدي. شكله دم جديد. هل تود؟ إيش؟ واو 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 واو، قوة جديدة في الرمح. رمح جديد شايفينه، قوس الطويل الناري هذا العادي. طيب ممتازين ممتازين ممتازين. احتاج بضاعة؟ لا لا والله فلوسي خلصت. لا والله عندي 500 ولد. انا حسب شفت العداد قلت معقولة يا ولد، هذه فلوسي ما بقي الا 100. فين المحل الجديد؟ اهو وصلنا الكهوف البلورية. طيب هنا شباب نوقف ناخذ مرحلة مرحلة، حلوة اوقاتها حلوة كده، تاخذ مني 10 دقائق ربع ساعة استمتع فيها، واحد يقدر يتفرج المرحلة كاملة ولنا تكمل ان شاء الله عن باقي تختيم. ولا تنسوا شباب بالله مع الدعم، يعني بصراحة في حماس زايد شغف كده، وشايف الناس بتشارك وبتاخذ وتعطي، بصراحة شيء يحمس بصراحة. لسه بعيد نص الهدف، وهدفي 1000 مشترك حاليا، وان شاء الله تزيد معانا. ويعطيكم الف عافية يا شباب.